بالتأكيد الحقيقة من الحاجات المهمة جدا اللي بنشهد فيها طفرة كبيرة ملف التعليم الفني، التعليم الفني والتكنولوجي والتطبيقي. ودايما بنقول لحضراتكم المفهوم بتاع الثانوية العامة لازم يتغير عندنا بشكل كبير. كل دول العالم الكبرى والمتقدمة بشكل كبير جدا عندهم التعليم الفني تعليم مميز جدا، الناس اللي بتحصل عليه بيبقى لها مكانة جيدة جدا جدا في المجتمع، النظرة كمان المجتمعية ليه نظرة مختلفة جدا جدا. علشان كده كان في اهتمام، وكان في بقى الحقيقه يعني نقله نوعيه في هذا الملف في العديد من المدارس الفنيه والتكنولوجيه. وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني قررت مد اتاحه التقدم لطلاب الشهاده الاعداديه، وده للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقيه والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وده حتى 5 اغسطس 2022، وتسجيل الرغبات وده على الموقع اللي هينزل قدام حضراتكم، الموقع الالكتروني هينزل قدام حضراتكم حالا على الشاشة. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل. معانا على التليفون دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم شؤون التعليم الفني. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. أهلا، صباح الخير يا فندم، أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. عايزين القرار اللي احنا بنتكلم عليه مد إتاحة التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية وده لغاية 5 أغسطس، نعرف ما وراء القرار، القرار ده هل في إقبال كبير فعشان كده تم مد التقديم، ولا ده لأن لسه في أماكن متاحة فتم مد التقديم؟ اتفضل. هو الحقيقة طبعا ظروف أجازة العيد الكبير، لأن احنا فتحنا القبول في الأجازة ده ما مكنش ناس كتير انها تتقدم، فبالتالي اتحنا الفرصه لغايه يوم 30 وبنتيحها من امبارح ليوم 5 اغسطس. ده احنا طبعا ده يعني تمهيدا للتقدم لاجراء امتحانات القبول. في طبعا بنعمل امتحان في الرياضيات، في الحاسب الالي، في بعض الحالات بنعمل الكشوفات الطبيه مقابله شخصيه، فده عشان يتيح للطلبه الاستفاده من الفرص التعليميه المتميزه. طب عدد الطلبه المتقدمين وصل قد ايه لحد دلوقتي؟ وكمان يعني الطاقه الاستيعابيه او الاماكن الشاغره، العدد اللي هيتم قبوله في النهايه يكون قد ايه؟ لا، هو بالنسبه للاماكن المتاحه مدارس التكنولوجيا التطبيقيه الفصول فيها الفصل ده يزيد عن 20 25 طالب. فبالتالي اي مدرسه لو بنفتح فيها 4 فصول بيبقى الطاقه الاستيعابيه انها بتاخد 100 طالب في السنه الدراسيه، لو 6 فصول يبقوا 150. ما بناخدش، ما بنزحمش الفصول، عشان الهدف هنا هو تقديم تعليم فني ذو جوده عالميه. فطبعا ده مش هنقدر نعمله لو الفصول اتزحمت، ونحاول برضه بقدر الامكان نطبق نفس الكلام في المدارس الفنيه. طب بيبقى في معايير معينه للتقدم لهذه الاختبارات؟ حاليا اللي هو التقدم المبدئي ده المعيار هو درجه الطالب في الاعداديه، احنا حاطين دلوقتي درجه هي 250 من 280. واحتمال ان احنا نخفضها شويه لو في بعض المدارس ما جاش. طيب عايزين نتكلم على عدد المدارس القائمه حاليا وعدد المدارس اللي هتدخل الخدمه في هذا العام الجديد. المدارس اللي طبعا مدارس بتشتغل من سنة 18، عندنا 3 مدارس بتشتغل من سنة 18، لكن عدد المدارس الحالي يقرب من 38 مدرسة، وفي طبعا مدارس لسه ماضيين البروتوكول بتاعها يا دوبك امبارح، فدي إن شاء الله برضه هتخش، بالذات مدرسة الفواخير والحرميات والخزف في القاهرة في مصر القديمة. فالمدارس ارتفعت. أهم التخصصات اللي فيها هذه المدارس؟ التخصصات متعددة، يعني مثلا الشركات الصناعية الكبيرة مثلا اللي بتنتج الأجهزة المنزلية، هتلاقي دايما الشركات الصناعية اللي بتعمل تصنيع دايما بيبقى محتاجين فني ميكانيكا، تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء. لو بيشتغلوا في التكييف والتبريد تلاقي فني التكييف والتبريد، لو الصناعة بتاعتهم بتستخدم تصنيع قوالب واسطمبات، ودي في عدد كبير من الشركات بيعملوا تخصص لهذا النوع من التشكيل. كل المدارس بتبقى بتعاون مع الشركات ومع المصانع، ولا في مدارس بتبقى كلها بلا استثناء؟ كلها بلا استثناء. في طبعا بعض الشركات الدولية، عندنا مدرسة مع الاي بي ام، عندنا مدرسة مع المركز يعني تنمية اجتماعية فرنسي في مجال. ليه بقى الحاجات دي بتيجي ليه؟ لانه مثلا فرنسا لها شركات صناعية في مصر لها استثمارات، فبالتالي هي عايزة تشجع الاستثمارات بتاعتها
طب هذا البروتوكول بيكفل للدارسين بهذه المدارس ان هم يحصلوا مثلا على فترات تدريبيه في هذه الشركات بعد كده، الحصول على فرص عمل وما ذلك يعني؟ ده مؤكد يعني. الشركات اللي خرجت طلبه من سنتين تقريبا بعضهم خرج، بعضهم بيعين المتفوقين وبعضهم بيعين كل الخريجين. ليه؟ لان الخريج ده خلاص خد على البيئه الصناعيه وبيقضي 4 ايام من خلال الاسبوع في البيئه الصناعيه، فبالتالي ده طبعا بيبقى مفيد. بعضهم بيعينهم كمان باقدميه عشان تبقى ماهيته عاليه، فبيعينه باقدميه على اساس ان هو خلاص عارف المصنع وعارف ظروف البيئه الصناعيه اللي هو هيشتغل فيه. بالتاكيد حاجه يعني المجهود يشكر عليه او تشكروا عليه حضراتكم. الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربيه والتعليم لشؤون التعليم الفني، كل الشكر والتقدير لحضرتك على كل هذه المعلومات.